وقيام الليل من أهم السبل إلى الجنة، بل هو طريق ميسر إلى الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أشياء يسيرة، لكن الإنسان حينما يداوم عليها تكون سبب من أسبابه دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقيام الليل سبب من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى، سواء للفرد أو للأسرة أو للمجموع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته. رحم الله، يعني الله سبحانه وتعالى يرحم هذا الإنسان وينزل عليه الرحمة وينزل على أهل البيت كلهم الرحمة بسبب قيامهم لليل. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى. ولذا نقول دائما أن الإنسان حينما يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويصلي قيام الليل، فمن الأفضل أن يأتي بزوجته، يأتي بأسرته، الكل يقيم الليل في طاعة الله سبحانه وتعالى. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن هو أبى نضحت في وجهه الماء. يعني حتى يقوما ويصليان لله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني إذا استيقظت من الليل وأيقظت زوجتك وصليت ركعتين، تكتب عند الله سبحانه وتعالى من الذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرة. إذا لا تقوم بمفردك، وإنما ينبغي عليك أن تقوم بالأعمال الصالحة مع أهل بيتك حتى تعم الرحمة الأسرة كلها. وقيام الليل من صفات المتقين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقيام الليل أيضا أعد الله عز وجل لأصحابه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول الله عز وجل في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني مهما تحدثنا عن الثواب وعن الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يقومون الليل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويكفينا أننا حينما نقوم الليل نكون من عباد الرحمن الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والله سبحانه وتعالى يعطينا قناطير مقنطرة من الأجر ومن الثواب بسبب قيامنا لليل بين يديه سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين بالتاء، أي الخاضعين لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين، يعني أعطاهم الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب قناطير مقنطرة، يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى: أجر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهؤلاء أيضا يعطون أجرا بغير حساب، قناطير مقنطرة كما قلنا بسبب قيامهم لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعد لهم في الجنة غرفا مخصوصة لهؤلاء. إن في الجنة غرفا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. قيل: هي لمن يا رسول الله؟
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هي لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وقيام الليل أيضا الشرف للمؤمن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل وقال له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، يعني الشرف الحقيقي والعز الحقيقي للمؤمن هو في قيام الليل. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عز المؤمن في استغنائه عن الناس. في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الحديث في إسناده ضعف، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة لكم إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي على المسلم ألا يتكاسل عن قيام ليالي رمضان. إن ربما بعض الناس يصلي السبت والأحد ويتكاسل بقية الأسبوع، أو يأتي مثلا في بقية الأسبوع ويصلي 4 ركعات ثم ينصرف. خد بالك أن الإنسان يكتب له قيام الليل حينما ينتظر حتى ينصرف أو حتى ينتهي الإمام، كما هو واضح في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. يعني إنما الإنسان إذا كان معذور ولا يعني مضطر أن هو يصلي ركعتين وينصرف، أو يصلي 4 ركعات وينصرف، فليس في هذا حرج. لكن الإنسان طالما عنده الوقت ويستطيع أن يصلي 8 ركعات ثم يصلي الشفع والوتر وينصرف، فبإذن الله سبحانه وتعالى يكتب له قيام ليل. لكن أن ينصرف الإنسان مثلا ويجلس عند ماكينة القهوة، ولا ينصرف ويجلس خارج المسجد، أو ينصرف ويذهب إلى البيت وليس وراءه شيء، فيعني الإنسان بقدر الإمكان يحافظ على هذه الطاعة اللي هي طاعة قيام الليل. هذا يكون لها أيام معدودات وليالي معدودات حتى نخرج من رمضان وقد غفر الله سبحانه وتعالى لنا ما تقدم من ذنوبنا. من قام رمضان، من قام يعني ليس الصيام فقط، أي نعم من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.